في حينا زرنا في عمري فلدا ليس هناك كما يحيط بين قضينا لا نغضب المضايف ترفع بيننا لا نزال الضريف طريف او ماي جاد انتوا هنا امزح اوكي امزح اوكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جاد لكم مقطع جديد وحلقه جديده مقطعنا اليوم يا جماعه يعني زي ما تشوفوا يعني ملك السحبة قد عاد من أول وجديد ف يعني أنتوا عارفين يعني أنا أصلاً ما قاعد أسحب على القناة وكذا فسحبت على القناة كذا تقريباً مدة أسبوعين تقريباً أو أسبوع ما أدري والله بصراحة سحبت على القناة كم دقيقة خلنا ندخل خلنا في اللهجة بليز don't touch me أمزح فدحين راح أقول لكم أنا ليه سحبت على القناة والأشياء الأساسية اللي راح السحبة اللي يعني سحبت عليها كذا يعني فجأة كذا يعني سحبة غير متوقعة أبدا حرفيا سحبة غير متوقعة يا جماعة يعني تخيلوا كذا كنت جالس أصور لكم مقطع فإلا وعصب كذا في لقطة من اللقطات وأنا قاعد أصور المقطع فإلا وعطي بوكس لون اللابتوب فهم يعني هو مو بوكس كمان يعني رميت اللابتوب يعني ف شايفين ذكائي الزايد يعني فخليه يموت خوينا في الله لأنه صراحة ساعد أمي ذا فاللابتوب راح فيهم وانتو تعرفون أنا ما كان عندي شاشة أصلا للبي سي فوقتها يعني سبحان الله يعني أول ما انكسرت الشاشة حقت اللابتوب على طول رحت طلبت الشاشة حقت البي سي فدحين الحمد لله يعني دحين قاعد أصور بالبي سي ما قاعد أصور باللابتوب واللابتوب راح فيها أصلا كان طيب ومسكين يعني وأنا حمود دحين وأنا حكون طيب برضو زي اللابتوب بس يعني أنا أسطورة يعني يا او ماي جاد تعال انزل يا اخي انزل بليز دونت تاتش مي دونت تاتش مي بليز ول والله جالس بلعب هم وانا مشكله تو انا صاحي من النوم ف يو اوكي جي جي جود فايت بوي ايزي بوي ايزي ايزي فالحين رجعني للقناه يعني الاسطور رجع لكم يعني بشحمه ولحمه ما ادري انا متى صرت اسطوره بس يعني الحين رجعت للقناه راح انزل لكم مقاطع يعني كثيره والحين جالس اجهز لكم مقاطع مره حلوه مره جامده يعني مقاطع مره تسليكيه يعني لانه بصراحه يعني يا جماعه يعني خلينا نكون واقعيين شويتين يعني المقاطع التسليكيه تجيب دعم ودي افهم شيء اللي هو المقاطع التسليكيه كيف بتجيب دعم كيف بتجيب دعم فهموني يعني تخيل كذا شخص بيقعد تقريبا حوالي كذا 10 ساعات على مقطع واحد مثلا لا انا كنت فليت امه 10 ساعات وش 5 ساعات مثلا على المقطع الواحد ويجيك واحد مسوي لك كلتش يجيب لك تقريبا حوالي 50,000 ويجي واحد بكل بساطه ينزل لك مقطع مدده 3 ثواني ويجيب لك حوالي 50,000 مليون مشاهده تريليون لايك وتف الو وين المنطق عندكم يا اليوتيوب يعني اليوتيوب يعني تقريبا حسه بينشر مقاطع الشورت اكثر من ينشر مقاطع الشخص بتعب فيها يعني يا ليل ياخذ والله مفاطيله دزه ف يا يعني 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 نحن دحين يعني تعرفون انا سحبت على القناه وكذا يعني نبي دعم وكذا فاهمين كيف يعني نبي نشر وكذا يعني ضبطونا شويتين يعني انا تقريبا سحبت على القناه وسحبت على كل شيء في القناه يعني ضبطونا انا عارفكم انكم حتضبطوني يعني يا جماعه يعني وانا برضه حضبطكم قريب يعني يا وسيرفر ديسكورد تحت الوصف يعني الحبي يعني يتكلم معي وكذا مع اني ما ساحب على الديسكورد لما سحبت على القناه فالحين رجعت الديسكورد وكذا ف يا وانا جاني لاج باك فجاه كذا ليه الو جاني دروبات فتقريبا باقي لي ان شاء الله تذكره الشاشه وان شاء الله حيكون وضعي حلو وجميل جدا جدا قوي 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 يا قريب ان شاء الله حجيب كرت الشاشه وحاليا انا معي الشاشه اللي هي 144 هرتز و27 بوصه ويا خلاص يعني ما بيطول عليكم يعني كثير وكذا فخلينا نخلص الجيم ده وانهي المقطع لان بصراحه ما في شيء اتكلم عنه كثير فبس حابب اقول لكم يعني يعني ان شاء الله راح ارجع للقناه وراح احاول ان اطور من نفسي اكثر واكثر واللابتوب الله يرحمه يعني كان طيب ومسكين يعني يعني سوى اللي عليه فدحين خلينا نكتب قوية في الله ذا ويا اوكي بليز داي كان يو داي بليز كان يو داي اوكي
بس بصراحة المقطع كان معكم عبد الله مقنع تعمل زتريكس، وبصراحة يعني اللابتوب كان مرة جميل يعني بصراحة، بس يعني برضو راح أصلحه قريب يعني برضو، بس خلينا أول شيء أجيب كرت الشاشة وأجيب المايك الجديد، ويا يعني قريب إن شاء الله ممكن كذا شهرين ثلاثة بالكثير أكون ضبط وضعي وضبط وضعي من ناحية الكواليتي ومن ناحية أشياء كثيرة، فتقريبا نعتبرها كذا بداية جميلة يعني، يعني كبداية كذا بعد السحبة يعني وكذا إن شاء الله تكون حلوة، فبس.